نتواصل إذن بحضراتكم أيها المتابعين الأعزاء، وانطلاق تلو الأخرى. تواصل منافسات المساء لهجن أصحاب السمو الشوخ. هذه انطلاقة الحول الأخرى في هذه اللحظات، وهي انطلاقة تابع الأشواط المسائية في هذه الليلة. نقترب من حضراتكم ومع حضراتكم بالمقدمة. تتقدم في هذه اللحظات الوارية تتقدم الجموع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان بقيادة الصادق بن فضل الأمين. تأتي هنا على بداية التنافس الأول بينما الشاهينية بشعار هجن ند الشبة تتقدم لثاني المراكز، ومع المضمر سالم بن سعيد. أما المركز الثالث فالأخميسة تتواجد لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف الهيان بقيادة الصادق فضل الأمين. أنتقل إلى هملولة، من غيرت وخذت المركز الثالث في هذه الأثناء لهجن الرياسة وبقيادة حمدان بن محمد بن مروشد. أما المركز الخامس فمن خلاله هملولة تتواجد لهجن الرياسة، وأيضا يأتي المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. الشاهينية لهجن ند الشبه تتواجد على المركز السادس، تغير إلى المركز الخامس، تتقدم في هذه الأثناء بقيادة المضمر سالم بن سعيد. المركز السادس الآن أيضا الشاهينية من هجن ند الشبه وصلت خلت المركز السادس، يضمرها سالم بن سعيد. المركز السابع والثامن هملوله وهملوله بشعار هجن الرياسه وبشعار كذلك في عمليه تضمير، هنا حمدان بن محمد بن مروشد. المركز التاسع والمركز العاشر الشاهينيه وشواهين بشعار هجن العاصفه مع المضمر غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا الحاضرة في هذا اللقاء الأول لمجريات وناموس هذا الشوط الذي انطلق واندفع نحو التألق والإبداع، نحو الاستمتاع المميز. إلى المقدمة نعود مشاهدينا الكرام. إلى المقدمة وعودة إلى الشاهينية بشعار هجن ند الشبه، من عادت لتسيطر على وضع المقدمة هذه الشاهينية وبقيادة المضمر سالم بن سعيد يعود إلى البداية وإلى المقدمة، بينما الوارية تتواجد على المركز الثاني. هذه الوارية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان، يضمر الوارية المضمر الصادق بن فضل الأمين. أما المركز الثالث فهملولة هنا حاضرة في تواجدها بشعار هجن الرياسة، ويأتي في عملية التضمير والتدريب المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، يقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا هذا الملتقى من خلال هذه اللحظات. أما المركز الرابع فالشاهينية حاضرة، الشاهينية حاضرة لهجن ند الشبه سالم بن سعيد، أيضا يحضر في عملية التضمير. بينما المركز الخامس، المركز الخامس هذه الخميسة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان والصادق فضل الأمين، أيضا يشارك بعد أن حقق 5 نقاط في هذه الأمسية حتى هذه اللحظات، والنظر أكيد بلا شك للمزيد من التقاط النقاط. أما المركز السادس هذه الشاهينية بشعار هجن ند الشبه تحتل المركز السادس، يضمرها سالم بن سعيد. المركز السابع وصلت هملولة بشعار هجن الرياسة مع المتعب حمدان بن محمد بن مروشد. والمركز الثامن والتاسع الشاهينية وشواهين بشعار هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. والمركز العاشر، المركز العاشر هذه أفراح باسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وعملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. هذه الأسماء اللي ذكرناها وحضرت في هذه اللحظة على هذه الأسماء وفي هذا الملتقى وفي مسار الشوط اللي تسير من خلال هذه الدفعة لتتنافس وتقدم ما لديها اليوم من الأخوة المضمرين في أول مشاوير الثمانية كيلومترات هذا الموسم، حيث يعني يبدأ المرموم بداية عن الجميع بالثمانية كيلومترات، ويأتي في متابعة ما يدور من أحداث وتغطيات في هذا اللقاء.
أعود إلى المقدمة من جديد مشاهدينا الكرام وإلى المركز الأول إلى مستوى الشوط. عادة البداية هنا في هذه اللحظات مع الوارية. الوارية اسم على مسمى، تتوارى عن الأنظار، تقدم لنا جديدها في هذا الملتقى. الوارية اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، وفي عملية التضمير والتدريب يأتي المضمر والمتابع من خلال هذه الانطلاقات. الصادق بن فضل الأمين يتواجد على المركز الأول بينما المركز الثاني هناك هملولة حاضرة في المركز الثاني لهجن الرياسة، يضمرها حمدان بن محمد بن مروشد، تتواجد على المركز الثاني. النقلة إلى الشاهينية في المركز الثالث لهجن ند الشبه مع المضمر سالم بن سعيد، بينما كذلك هجن ند الشبه في المركز الرابع وهي الشاهينية بقيادة المضمر سالم بن سعيد. نعود إلى المركز الخامس ونتابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع مضمرها غيات الهلالي، وكذلك الخميسة قادمة. الخميسة قادمة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان، والتضمير لدى المضمر الصادق فضل الأمين. المركز الخامس السادس الآن، هذه سابع المراكز الشاهينية من هجن العاصفة حاضرة في هذا الملتقى مع مضمر غيات الهلالي. المركز الثامن نشوف هجن ند الشبه سالم بن سعيد في التضمير. المركز التاسع افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد ورد المكتوم، ضمنها طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العاشر هملوله بشعار هجن الرياسه مع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. هذه الاسماء اللي ذكرناها لحضراتكم تتنافس وتقدم يعني الانجازات والنواميس سواء للمضمرين او لجمهور وعشاق هذه الشعارات من المؤسسات. كما نشاهد في المقدمة لا يزال شعار هجن الرياسة، هذه هملولة مسيطرة كل السيطرة وباحثة عن انتصار في هذه الأمسية بقيادة ضمرها حمدان بن محمد بن مروشد إلى المركز الأول وإلى ناموس الشوط وصدارته حتى هذه اللحظات. المركز الثاني وصلت الوارية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، وثلاثة كيلو متر الباجي على الشوط. وهناك الصادق فضل الأمين يراقب الموقف ويتابع ما يدور من هذا التنافس في هذه اللحظات. لكن المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن ند الشبه أيضا حضورها مميز وكفيل بأن يغير الانطلاقة والانتصار إلى صالحة تماما. هنا سالم بن سعيد في التضمير، أيضا المركز الرابع بنفس الشعار هجن ند الشبه وسالم بن سعيد حاضر بالتضمير. المركز الخامس الخميسة، بدأت تقترب الخميسة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان، يضمر الخميسة الصادق فضل الأمين بعدما يعني قدم إنجازات كبيرة في هذا الموسم في المملكة العربية السعودية وفي هذه المهرجانات، يأتي اليوم ليحقق ويعني يثبت وجوده، وكذلك يأتي من خلال التدريبات والانتصارات ووجود كل هذه الأسماء المميزة العملاقة. المركز الخامس السادس الآن، هجن ند الشبه حاضرة، سالم بن سعيد يحضر بوجود الشاهينية. المركز السابع، المركز الثامن هجن العاصفة شاهينية والشاهينية. المركز التاسع هناك أفراح اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، مضمر طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز العاشر لهجن الرياسة من خلال تواجد المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. هذه العشر الأسماء الأولى مشاهدينا الكرام، عشرة أسماء أولى تتقدم منها هملولة وتختتم منها هملولة. هذه العشرة الأسماء يعني تقريبا الباجي 2 كيلومتر لائحة يعني بوابة العبور نحو الظهور بمظهر جميل ورائع من خلال هذه اللحظات، من خلال تواجد كل هذه الشعارات بالمضمرين بمتابعينها. ولكن شوف الوارية لا زالت، لكن هملولة على خطى كل أسماء هجن الرياسة، والحاضرة هملولة بقيادة المضمر
حمدان بن محمد بن مرشد، لكن اشوف واتابع الان الواريه بتتسلل، الواريه تسللها ملحوظ ومحسوس وملموس. يا سلام، هذا الواريه اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيار المضمر الصادق بن فضل الامين، يعني يبغون يكوشون على الليله كامله. ما شاء الله تبارك الله. النقلة إلى المركز الثالث والرابع، هذه الشاهينية والشاهينية بشعار هجن ند الشبا، سالم بن سعيد في تضميرهن، الخميسة على المركز الخامس، يعني يأتي كذلك الشعار المساندة من الخميسة لسمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيف النيان، وهناك الصادق بن فضل الأمين. يعني شوف الخماسية، بعد الخماسية هناك يعني غز كامل من الأبكاء من الحول اللي تقدم ويعني تبغي الانتصار بلا شك. 1200 على خط النهاية، الله، الوارية 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 لا زالت مسيطرة من بداية الانطلاق وهي في المركز الأول، تبادلوا عليها الجميع ولكنها صامدة، لكنها صامدة تشابه الوارية لهجن الرياسة. عموما على كل حال هي يعني نوعيتها فريدة، شكلها ممتاز، شكلها أداها تلقائي جميل ورائع. يا سلام يا صادق يا ابن فضل، يا الأمين، نوعية 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 بشكل زين وعون ولون. هذه النوعية اللي اسمه شيخ محمد بن ذياب سيف النيار المضمر الصادق فضل الأمين، لكن أشوف هجن ند الشبا في ثنائية على المركز الثاني والثالث مع سالم بن سعيد، ولكن الحضور من الجانب الآخر هنا في هذه اللحظات هجن الرياسة من الجانب الآخر. شوف هناك تواجد الخميسة أيضا انضمت إلى الرباعية الآن، هذه الخميسة لسمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيف النيان صادق فضل الامين هملول الهجن الرياسه حاضره، كذلك افراح اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. لكن الواريه، الواريه قالت هذا هو، هذا هو شوطي، اسم على مسمى، حضورها مميز، اداها جميل، ومشاركه يعني فنانه ما شاء الله عليها. النقطه السادسه نضيفها لهذا الشعار، شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النيان، هذه امامكم في اللحظات الاخيره، في اللحظات الاخيره تتصدر مشهد السباق من بدايته حتى نهايته، وتضيف هذه النقطه وهذا الانجاز من جديد لانجاز سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النيان على الفوز والانتصار. تهانينا، لحظات الوصول، خط النهايه، يرحب بالقادمين دائما والمشاركين. وها هي الواريه تخطف المركز الاول، المركز الثاني خميسه لسمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيف النيان، المركز الثالث هملول هجن الرياسة، المركز الرابع والخامس هجني ند الشبا. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. التوقيت الزمني، نعود إلى الوارية مشاهدينا الكرام، توقيتها الزمني في هذه اللحظات نتابع التوقيت 13 دقيقة 14 ثانية 5 أجزاء من الثانية. الواري اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، توقيته زمني امامكم على الشاشه، تهانينا والناموس كذلك للمضمر الصادق فضل الامين. المركز الثاني لحظات الوصول الى خط النهايه 13 دقيقه مشاهدينا الاعزاء 20 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه، ايضا الخميس اسمه الشيخ نيان بن ذياب بن سيف النيان مع الصادق فضل الامين بنفس التوقيت. ياتي دور هملول هجن الرياسه.